الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحبل الكريم، أيها المتابعين العزاء، نتواصل معكم شوطا تلو الآخر في صباح هذا اليوم، شوطنا الحادي عشر الذي تمت انطلاقته قبل قليل، مخصصا للجعدان الإذاعة أيضا لأصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة موفقة نتمناها بإذن الله تعالى. نسير مع الانطلاقة وناخذ البداية لاستفتح أيضا إذاعة هذا الشوط مباشرة على المركز الأول. تصدر قيادة هذا الشوط بالفعل، تولى القيادة عالي لسمو الشيخ ذياب بن سيفان هيان. التضمير مع الصادق الفضل الأمين من يقدم لنا حضور عالي، بينما المركز الثاني يتواجد حضر ويتعود ملكية حضر، ايضا يتواجد اول حذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. احمد بن سلطان بن رشيد يتواجد على المركز الثاني، بينما يتواجد شاهين من هجن الرياسة، ومحمد بن عتيق بن زيتون يقدم لنا شاهين ليغير على المركز الثاني في هذه اللحظة. اما المركز الرابع يتواجد هملول، وهملول من هجن الرياسة بقيادة ظافر علي بن جميل ألوهي بيبو الجمايل، يقدم حضور هذا الشعار الكبير، شعار هجن الرياسة. بينما يتواجد على المركز السادس والحاضر سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتضمير مع سهيل بن هيان بن سالم العامري، يقدم حضور سلهود في تواجد هذا الشوط. بينما على المركز السادس في هذه اللحظة وصل شاهين من هجن الرياسة، وراشد بن محمد بالسم المنصوري أحد نجوم أيضا هذه المؤسسة. بينما وصل على المركز السابع وحضر أيضا شاهين من هجن الرياسة، والتضمير مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مجازفا في التضمير، حاضر على المركز السابع مع أيضا شعار هجن الرياسة. بينما نعود إلى المركز الثامن والقادم، ما يهاب لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. طارش بن مبارك بن قوبع الحميري يقدم حضور ما يهاب على المركز الثامن. والمركز التاسع وصل مياس لسمو الشيخ زايد بالمرة المكتوم. حمد بن علي بن عامر العويسي يتواجد في تحدي هذا الشوط مضمر النجوم الخمسة. بينما المركز العاشر وصل أيضا الشعار العيناوي المتواجد بحضوره في مسار هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، الزعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، عشرة الأسماء عشرة المراكز. ندان الأول يكتمل مع هذه الشعارات الكبيرة، مع هذه النجوم المنتثرة. نعود إلى المقدمة ونعود إلى رأس الحربة، نعود مع الشعار الحمر ليمر وعبر سر النظر على المركز الأول وعلى البداية. شاهين من هجن الرياسة، وهنا أبو سعيد حاضر متواجد يراقب المسار لحضور شاهين. محمد بن عتيج بن زيتون المهيري أحد العمالقة، أحد النجوم من يراقب حضور هذا الشعار على المركز الأول. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء الجميل ليقدم شاهين على رأس الحربة. المركز الثاني يتواجد سلهود على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وسهيل بن هيان العامري يقدم حضور سلهود
داود المركز الثالث. وصل المستحيل يقدم لنا هذا الشعار، شعار يهجن الرياسة على ظهر شاهين راشد بن محمد باسم المنصوري، ولكن أنا القادم شاهين مساندا لشاهين اللي على المقدمة أيضا بشعار يهجن الرياسة. ومحمد بن عتيج بن زيتون يقدم ثنائية هذا الشعار في مسار هذا الشوط، بينما هنا هملول متواجد، هملول حاضر بشعار هجن الرياسة، ظافر المضمرين متواجد من ظفر بالنقاط مع هذا الشعار، بالجمايل متواجد حاضر بوسعيد علي بن جميل الوهيبي، بينما هناك الحضور على المركز السادس يتواجد الزعيم، الزعيم على المركز السادس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي، يقدم لنا الزعيم على المركز السادس. والمركز السابع هملول حاضر هذا الحمر، متواجد أيضا لهجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، متواجد حاضر مع مسار هملول في تحدي هذا الشوط. المركز الثامن وصل أيضا هناك في هذه اللحظة مياس لسمو الشيخ زايد بن المرة المكتوم حمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس، متواجد وتابع بالفعل مسار هذا الشوط. والحذر يتواجد سلالة الحذر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بالرشيد السويدي، ولكن وصل أيضا هناك القادم مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبيد بن حمد بن شينان، يقدم لنا حضور مليح. يا سلام، بدت هناك التحديات، ووصل أيضا في هذه اللحظة القادم بالفعل اللي هو الرايد من هجن الرياسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى البداية، إلى صدارة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى الحمر لمتمكن على القيادة 1500 متر عن خط النهاية، عن الفوز، عن الانتصار. وشاهين هو هنا عملاق هذا الشوط حتى هذه اللحظة، متصدر البداية، مسيطرا على مقدمة هذا الشوط، مجازفا بهذا الشعار من أجل الفوز والانتصار. الله 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 يا شاهين، الله يا شاهين. بدأ هناك أيضا يقدم مهاراته على القمة، يا سلام من هجن الرياسة والمجازف، يتابع يقدم شاهين على صدارة هذا الشوط. سلهود الكيلو والمتر الأخير، وسلهود بدأ يتحرك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم سهيل بن هيان العامري، ووصل المجازف، وصل شاهين، تحرك المساند القادم بقوة مسانداً على المقدمة. المجازف اليوم حاضر مع شاهين، متواجد على المركز الثالث من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هملول وصل والزعيم، بدأت التحركات، ولكن شاهين على المقدمة، شاهين على الصدارة، يفعل ما يريد على المركز الأول 500 متر. الفوز ما هو بالسهالة بالتعب، خلوه للي ما يعرف المستحيل. شعار هجن الرياسة الذي دائما وابدا على القمة، بالفعل مسيطر، دائما متعود على المركز الأول. لله درك يا المجازف على هذا الحضور ليقدم شاهين. سلام سلام مؤسسة هجن الرياسة، سلام، ما شاء الله تبارك الله، خلاص ثبت الوجود، واهدى السلام إلى مؤسسة هجن الرياسة، تهانينا والناموس لهجن الرياسة. شكرا يا المجازف، شكرا بوسعيد محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز الثاني يتواجد سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث من هجن الرياسة أيضا، والمركز الرابع من هجن الرياسة. المركز الخامس زعيم لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد هيان، وأيضا
بقية المراكز مع لجنة التحكيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا تحدي شاهين 9:24 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل في سلهود لاسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم 9:27 أربع أجزاء من الثانية. التهنية لسهيل بن هيان العامري، بينما المركز الثالث وصل في شاهين أيضا من هجن الرياسة 9:29 خمس أجزاء من الثانية، والتهنية لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس للفائزين.